مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم جهيوة الدار الباشا. مرحبا ألف ألف مرحبا. اليوم بحول الله غادي نشوفوا مع بعضنا الأسرار ديال لينيم بليزيبينار والفروماج. ما كيطرطقوش كيجيو مقرمشين ولداد من داك الشرفيع. نبداو على بركة الله. بالنسبة للحشوة ديال هاد لينيم كنحتاجو للسبانخ اللي كنكونوا شحرناها في شويه ديال في زويته، واحد معلقه ديال الزبده وخليناها نشفات مزيان، وزدنا عليها بصله مشحره متوسطه، وزدت هنا الجبن والمربع. هذا هو السر اللي ما كيخليش هاد لينيم يطرطقوا. واخا تقليهم عافيه سخونه عافيه مهيله ما كيخليهمش يطرطقوا نهائيا. الوغ كناخذوا هاد لي زيبينار والبصله مشحره محمره مزيان، وهاد المربعات ديال جبن كيري. انا البنات استعملت هنا 32 مربع بالضبط، وراه ما عطانيش حشوه كبيره، غير هي كتجي لذيذه وكتبقى مقرمشه. المهم هاد الجبن هذا كما كتشوفوا انا هنا بحال كنقرض فيه، حيت الا خدمته بيديا ما غاديش يبقى دوك الطريفات ديال الجبن باينين. فكنكمل بنفس الطريقه، كنقطع كنخشي السبانخ هي والبصله محمره وهذاك الجبن كنقطعو بحال كنضربو بالكراده، وانا راني كنقطعو غير بيديا باش يبقى كلشي باين ما يجيش معجن. هنا كندوز كناخذ الباتا فيلو، كنخدمت بالباط فيلو. ممكن انكم تخدموا بالورق ديال البصيله، ممكن ديروهم بريوات، ممكن ديروهم سيكار طوال، ممكن ديروهم دينيم صغار. انا بحكم ان هي ما كتعطيش اصلا حشوه كبيره، وبحكم ان عندي الوليدات ما كيبغوش لي زيبينار بزاف، ولكن هذه ثقوا بيا كلشي غادي ياكلها، الصغير والكبير غادي يذوقها وغادي تعجبو. انا عندي ولدي ما تياكلش لي زيبينار نهائيا، قلت له جرب عاد حكم، ذوق وحكم، ما تحكمش على الحاجه وانت باقي ما ذقهاش. المهم كما كتشوفوا خديت الوراق ديال الفيلو، عجينه الفيلو غادي نتنيها على جوج، ومن بعد غادي نتنيها على اربعه كما هو موضح في الفيديو قدامكم. هنا كنحاول نثبتها باش نقطعها بالمقص وتجيني يجيوني باينين ويجيوني طروفه قد قد طريفات قد قد. دائما البنات هاد الورقه ديال الفيلو راها شويه حساسه، تعاملوا معاها برفق. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الخاطر بلا ما ديروه، اللي ما عندوش الخاطر ما يستعملش الباط فيلو، لا سيما البنات اللي باغيين يعمروا بها البريوات راه غادا تعصبكم وغتجمعوا كلشي تحطوه وغديروا بناقص. اللي ما عندهاش الخاطر دير الوراق ديال البسطيله، دير البسطيله الوريقات ديال الكلاش، الوريقات ديال البسطيله هما باش تخدم. واللي عندها شويه الخاطر وكلشي ناعس كلشي ما كاينش ما عندهاش الروينه، تاخذ هاد الوريقات وتبقى معاهم دقه دقه حتى يتقادوا ليها. مرة طلع لك وحده مقطعه، مرة طلع لك وحده متنيه، مرة تلصق لك وحده في وحده، وانت غاده كتحلي بشويه بشويه حتى طيحي في هذاك الشيء اللي بغى قلبك. ودائما ما تخليهمش عرضه للبرد لانهم بالزربه تينشفوا. انا غادي نخلي باش نخدم، وهذاك الشيء اللي بقى عندي غادي نحطه، حطيته في البلاستيكه وحطيته في هاد الدريره، وغادي نخليه حدايا الوقت اللي نحتاجو غادي ناخدو. خديت الحشوة اللي خليتها باتت ليلة كاملة في التلاجة. دائما كنوصيكم أي حشوة كيف ما كان نوعها وخا تكون غير عقدة خليوها تبات، خليوها تبات في التلاجة، لأن مني كتبات كتعطيكم الطوع. مهم أنا خديت هنا واحد من هدوك المستطيلات اللي قاديت اللي قطعنا ديال ورقة الفيلو، حطيت فيهم واحد حشوة صغيرة، وهنا كتبقى مسألة ديال الذوق، واش كتبغيوها غليظة كتبغيوها رقيقة طويلة، نتوما عندكم كامل الحرية. أنا ما تنبغيهاش تكون كبيرة بزاف، كنبغيها تكون فيها دغمة ولا جوج، بارك الله يجعل البركة.
هنا كناخد شويه ديال البيض كنحطو في الاخر ديال الورقه من بعد ما تنيتها باش ما تحلش ليا ملي نكون باغا نقليهم. الوغ كما كتشوفوا كنبقاو دقه دقه لان هاد الورق شويه حساسين. ها نتوما هو هذا نيم ديالنا. انا مازال غادي ندوزو في البيض وفي لا شابلور، غندير واحد لابانور ما فيهاش دقيق الفورص، فيها غير البيض ولا شابلور. وانتم ممكن انكم ما تقليوهمش، تخليوهم هكا صحيين وتدخلوهم الفران بلا شابلور ديالو، تدخلوهم الفران ولا شابلور خدوها من السما. حتى الا ما كانتش من السما البنات زيدوا فيها شويه ديال الثومه وشويه ديال العطريه ديال الحوت، كتجي رائعه ما تخافوش منها. انا غندير قدامكم جوج وثلاثه حتى تشوفوا كيفاش درتو، كيجيو قد قد تماما، ما كيجيش واحد كبر من واحد. المهم كيجيو زوينين وكيجيو متحفين. هنا وانا خدامه واحد في ولادي وقال لي ماما صوبي لي شويه، شوفوا كيفاش كتجي. انا هادو راه باقي ما دوزتهمش في لا شابلور، غير وجدت واحد وحيحدات وقليتهم ليه، كتجي لذيذه بزاف وزوينه. وحتى الورقه ديال الفيلو كتجي خفيفه، غير هي اللي غادي نقول لكم بانه الورقه ديال الفيلو وجدوا وصوبوا اللي غادي تاكلوا هذيك الساعه، راهي الا باتت كتصبح ملويه كترخى مسكينه حتى هي، حتى هي كتبات وترخى. المهم وجدوا اللي غادي تاكلوا هذيك الساعه، انا قلت لكم ما تخليوش تبات، الا باتت تخليوها شي كيفاش كتجي، جات محمره وزوينه ولذيذه البنات ما تشبعوش منها. خليوها في المجمد الوقت اللي بغيتوها، من المجمد للمقله ولا الفران. الا كنتو دوزتوها في لابانيغ حتى هي دخلوها به، ما كنتوش دوزتوها ما بغيتوش دوزوها وغدخلوها الفران، ملي كتصوبوها بحال هكذا كتحطوها في واحد البلاطو اللي كتغلفوه بالبلاستيك، وكتحاولوا دهنوها بشويه ديال الزبده، الزبده ولا الزيت اللي بغيتوا دهنوها، وخليوها في المجمد وهي مدهونه باش ملي تجبدوها ما تبقوش دهنوها نيشان الفران. انا باقا غادي نكمل معاكم الحشوه ديالنا. كما كتشوفوا واخا عندي الورقه ديال الفيلو مقطعه راه كنخدم بها، والحجم راه كيبقى ليكم. ممكن ديروا حتى المخدات كتجي زوينه، يعني كيجي مربعات خلاط وصغيورين، حتى هي كتجي غزاله في المنظر وزوينه. صافي هنا كنجمع دائما بالبيض وغادي نقادها ونحطها حتى نكمل الحشوه ديالي، نعمر كل شيء عاد ندوزهم في لابانيغ ديالهم. كما كتشوفوا كملت الحشوه اللي عندي، خديت هذاك البيض باش لصقت، صافي غادي ندوزو غير شويه وغادي ندوزها في لا شابلوغ ديالي اللي نسمتها بشويه ديال الثومه وشويه ديال البصله وشويه ديال حطريه الحوت، غير شويه. ممكن انكم تشريوها من السما ديريكتومون من عند بائع لوازم الحلويات ولا من عند العطاره، راهم كيبيعوها من السما. ويلي ما عندكمش نسموها بحالي، صافي كندوزها في البيض في لا شابلوغ وغادي نقليها. وبالنسبه للتجميد ديالها رانا قلت لكم دوزوها في هاد لابانيغ ودخلوها مباشره الثلاجه ومن المجمد المقله ولا الفران. صافي هنا كما كتشوفوا انا كنقليهم، حركوهم مره مره ما تغفلوش عليهم باش ما يتحرقوش وياخذوا اللون غير شويه، راه ما كيجيوش شاربين الزيت نهائيا. ها نتوما غادي تشوفوهم كيجيو ناشفين وزوينين ما تسخاوش، وحده ما كتقدكمش ولكن كيجيو زوينين ورائعين البنات، كيجيو من داك الشرفة. نتمنى البنات ان هذا الاقتراح ينال اعجابكم ويروقكم ويروق الاذواق ديالكم. وما تنسوش البنات تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يوصلكم ديما الجديد. دمتم في امان الله، وكل رمضان وانتم بألف ألف خير.